طبعا نشكر كل الجهات اللي دعمت موضوعنا ابتداء من نادي النهضة الرياضي الثقافي بالجديد، ايضا نخص بالذكر مدرسة المرحوم عطية صالح العكروت، شكرا على رحابة الصدر وعلى توفير بعض الأشياء أو النواقص لنا هذا اليوم. طبعا لما بدأت الشهود مجموعة البيت الأصيل معي ابتداء من السيد ناصر بديوي، رغم انه مش في الجمعيه، وابن فارقه وابن شبين وابن فاطمه مهدي على تواجدهم المستمر داخل الجمعيه. الانبياء والمرسلين، حقيقه اداره نادي النهضه ممنونه جدا من هذا النشاط لجمعيه البيت الاصيل التي ليس بغريب عليها هذه المناشط، سواء كانت في داخل جديد او في داخل سبها او حتى في طرابلس داخل الوطن، والحمد لله حتى خارج الوطن نتلتنا. صالح العكروت رحبوا بجمعية البيت الأصيل للتراث، طبعا نكبروا هذه الجمعية ونقدروها نظرا لما لها من محافظة على موروث الليل الشعبي، سواء كان في اللباس، سواء كان في الزي، سواء كان في العادات والتقاليد. أختنا عائشة، وتحية لجمعية جمعية البيت الأصيل، تحية أخوي إبراهيم. طبعا انا مؤسس فزان جروب للسيارات الصحراويه، مجالنا في مجال الراليات والرحلات الصحراويه. الحضور طبعا يقول التصل متاخر خير من التصل، وان شاء الله حتكون بدايه للتعاون معكم باذن الله. طبعا انا مستعد للتعاون مع جروب فزان للسيارات الصحراويه لاي محفل تعملوه. جزيل الشكر نادي النهضة الرياضي، وانا حنقدمها بصراحة بروحي ومشكورين وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة معتوب السنوسي، مديرة جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث. حاليا نحن في الحفل الختامي لمخيم شباب أصيل أقامته الجمعية بالتعاون مع جهات عديدة، من ضمنها أو يعتبر دعم رسمي نادي النهضة الرياضي الجديد، وأيضا هناك بعض التجار الصغار اللي دعمونا بارك الله فيهم. حقيقة يعني مشروع كان صغير جدا، حاولنا نحط فيه قيم تربوية ثقافية تربوية لأطفال من سن 12 عام ل 15 عام، اللي هؤلاء حيدخلوا على مرحلة الشباب يعني قريبا. حاولنا نحط لهم نظرة على المستقبل أو ثقب فتحنا لهم على المستقبل، اللي حاب يكون طبيب وريناه كيف العناية بالصحة، وجبنا لهم الإسعاف لما كانوا شافوا سيارة الإسعاف كيف تكون بعض الإسعافات الأولية، تحدثوا معاهم. مجموعة الهلال الأحمر طبعا بارك الله فيهم على تواصلهم، درنا لهم زيارة لبعض الآثار من أهمها قلعة سبها وأهميتها، أهم المعارك اللي دارن فيها أيام عبد القادر بن مسعود ضد الفرنسيس. أيضا رفعناهم زيارات مواقع عدة، بالإضافة إلى محاضرات في برامج عدة. يعني من ضمن المواقع مثلا جبناهم هنا المدرسة المرحوم عطية العكروت، ركبوهم على الخيل وخذوا به جولة وشافوا الخيل، وكانت بالنسبة لهم رؤية جديدة. يعني طلعناهم لمطار سبها الدولي، شافوا القاعات كيف مرتبة، الأجهزة الأمنية، شافوا المدرج كيف يكون، ركبناهم في الطائرة. طبعا استأذنوا لنا المطار بارك الله فيهم من شركة الأجنحة، كانت موجودة وركبوا في الطائرة وتعرفوا على الكابتن وصوروا معه وسلموا عليه، وشافوا الطيارة والعناية بها من المطافي، من السلم، من الإسعاف، من كل الأمور الجانبية اللي تحوف الطائرة فور نزولها. أيضا طلعوا للبرج وشافوا المحادثات بين الكابتن وقت الطيران مع البرج والبرج المراقبة في المطار. أماكن كثيرة طلعناهم بها حقيقة وشافوها، من ضمنها معرض ليبيا الزراعي أيضا، حتى هو مش يطلعوا على الأشياء الحديثة والأمور الجيدة اللي يمكن تنفعهم في المستقبل.